فضلا الاشتراك في قناتي، عمل لايك وترك تعليق. شكرا لكم. فيديو حول عاصمة السودان مدينة الخرطوم. الخرطوم هي العاصمة الرسمية والسياسية لدولة السودان. تقع تحديدا في الجهة الشمالية الشرقية للبلاد. تحيط بها الضفة الغربية لضفاف نهر النيل من الجهتين الشمالية والشرقية. وتحيط بها الضفة الشرقية لضفاف نهر النيل من الجهة الغربية. أما من الجهة الجنوبية فيحيط بها سهل الجزيرة. تعتبر الخرطوم هي قلب إفريقيا بالنسبة لخطوط الطيران. وتمتاز بموقعها الاستراتيجي عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض. اختلفت الآراء والروايات حول تسميتها بالخرطوم. فالبعض يعتقد بأن اسمها يتعلق بشكل الأرض الواقعة عليها التي تشبه خرطوم الفيل. لكن الرحال البريطاني جيمس جرانت يعتقد بأنه مشتق من زهرة الخرطوم، التي كانت تزرع بشكل كبير في المنطقة. هناك تفسيرات أخرى تشير إلى أن الاسم يستند إلى روايات أخرى. تقع المدينة على ارتفاع 382 مترا عن سطح البحر فوق أرض سهلية مساوية السطح مع انحدار طفيف نحو مجرى نهر النيل. مناخ المدينة حار جدا. معتدل في فصل الشتاء مع ارتفاع في درجة الحرارة في الصيف.
تحتوي المدينة على عدد متنوع من التضاريس كالنتوءات الصخرية والتلال والأراضي السهلية والكثبان الرملية والأودية النيلية، كذلك الغابات والحزام الأخضر، كما أن فيها العديد من الجزر النيلية. هناك أيضا نجد جزيرة التمساح التي تقع بالقرب من قرية أومدو في الجهة الجنوبية من مدينة الخرطوم. سميت بهذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه التمساح. أيضا هناك جزيرة البط التي تحتوي على عدد كبير من الطيور المهاجرة والمائية المستوطنة. المدينة من أهم المدن السياحية في دولة السودان. تحتوي العديد من المعالم التاريخية والأثرية. أيضا المتاحف والحدائق، منها المتحف القومي الذي يطل على مياه نهر النيل الأزرق. توجد فيه العديد من القطع الأثرية التي يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ. هناك المعابد والنصب التذكارية. القباب التركية يرجع تاريخ بنائها إلى العصر التركي. مقرن النيلين هو منطقة نقطة تلاقي رافد نهر النيل الأزرق ورافد النيل الأبيض. يمتاز بمشهده الطبيعي الذي يلفت الانتباه باختلاط المياه الداكنة الطينية بالمياه الصافية. توجد معالم أخرى منها متحف التاريخ الطبيعي. ومواقع تحتوي على آثار. نجد أيضا القصر الجمهوري ومنطقة المقرن ومنتزه الحدائق النباتية.